صباح النصر، صباح النصر يا أمي العظيمة يا مصر، صباح النصر يا أخواتي وحبايب مصر، صباح النصر علي سطروك يا تاريخ، صباح الفل على المدفع وعلى الصواريخ، صباح الكبرياء عداء، صباح شايل معاه أسماء، في صفحات التاريخ مكتوب ومن يوم ربنا تعالى ما خلق الأرض ومن ساعة ما اخترعوا حساب الوقت والمسافات، بتيجي مصر في الأول وبعدين تبتدي الحكايات، فبكتب لك يا أمي وجنبي زملاتي ويا ريتك جنبي ويايا عشان لو تسمعي يعني حكاية ما بعدها حكاية، بقول لك ياما حاربنا وعدينا خطوط النار، بقول لك ياما ابنك كان بطل مغوار، ما هبش الموت ولا خافه، زميله كان على كتافه بينزف بس كمل بيه وقام يجري، ومات صاحبي على صدري عشان احضننا اوسع من منازلنا، فشوفي ياما زمايلنا اسود فوق العدد والحصر، تصوري يما عدقنا ما خافوش الا لما صرخنا فيهم مصر، يا دوب الاسم لو قلته يخاف منه العدو يرجع، اذا ذكرت بلادي فانصتوا اجمع، طبيعي القلب بيرفرف طبيعي عيني بتدمع، حكاية عمرنا ابدا ما يمهن اللي نحكيها، قالوا السادس من اكتوبر قالوا العاشر من الهجري بأسمى اسم سميها، قالوا النصر وقالوا عبرنا وكان برلاف على صدورنا سنين طابق عشان القلب كان صادق، فما استحملش ارضه تبقى مختصبة وما استحملش ذرة رمل من ارضه تدوسها بيادة الغربة، اخلاني عالك يا عدو هذه الاراضي مقدسة، هذه اراضي موطني لا لن تكون مدنسة، اليوم تنتقم الجنود وتفتدي من يحصد الارواح اي منافسة، اليوم اما قائد او مفتدي، فانا الشهيد انا الوليد المنتصر، انا الطريق انا العريق انا الوفي انا الدليل انا السبيل المفتخر، ببطاقتي بشهادتي بإصابتي بيد يسيل الدم منها كالمطر، فاحذر عدوي فاحذر عدوي لست وحدي ها هنا، والله ان متنا يقاتلك الحجر، والله ان متنا يقاتلك الحجر. شكرا. اهلا بكم متابعي ومشاهدي موقع مصراوي في كل مكان، معكم عبر هذا البث المباشر الجديد من محافظه سوهاج. ضيفتنا في البث المباشر التلميذه المبدعه تسليم الامير محمد في الصف الخامس الابتدائي، تبدع في القاء القصائد الوطنيه بمناسبه ذكرى انتصارات اكتوبر. تحتفل مصر خلال الأيام الحالية بالذكرى 51 على مرور انتصارات أكتوبر المجيدة. بنرحب بيك يا تسنيم. أرحب بحضرتك. أولاً السلام عليكم، أرحب بالسادة المشاهدين وأرحب بحضرتك. أنا تسنيم الأمير، عمري 10 سنوات، طالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة بنت النيل الابتدائية بطهطة، عضو نادي أدب قصر ثقافة طهطة، موهبتي كتابة القصص وإلقاء الشعر، وأحب القراءة والرسم والإنشاد، وأحفظ العديد من أعلام الشعر العربي من العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، كما أحفظ العديد من أعلام الشعر بالعصر الحديث، حاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة والثاني على مستوى الجمهورية في الإلقاء بمسابقة وزارة التربية والتعليم، والمركز الأول بمسابقة شعر من بلدي بنادي الأدب، ولدي كتاب مجموعة قصصية بعنوان حكايات سندريلا تسنيم. سندريلا تسنيم، عايزين كده نمتع بأدائك الجميل المميز في إلقاء القصائد الوطنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. تمام. سألقي على مسامع حضراتكم قصيدة عبر الرجال للشاعر هشام الجخ. عبر الرجال، عبر الرجال القنال والنصر مش فاهم، عبر الرجال القنال والنصر مش فاهم، والدم
حرام لسان والغالية تستاهل عبر الرجال القنال والنصر مش فاهم والدم على الرمل سال والغالية تستاهل عبر الرجال صايمين عبر الرجال صايمين حالفين يمين النصر عبر الرجال صايمين حالفين يمين النصر وحياة صلاح الدين لنصلي فيك العصر عبر الرجال صايمين حالفين يمين النصر وحياة صلاح الدين لنصلي فيك العصر أما اليهود مجانين ما يجوش مكان غير مصر أما اليهود مجانين ما يجوش مكان غير مصر اتظبطوا ظبطة تمام والعلقة كانت موت وهو طلعوا بس كلام واخدين مجال بالصوت وكل يوم حالة وجوالة وجوالة إعلام وكذب وزيف لما انتوا رجالة بنيتوا ليبر ليه. شكرا. متابعوا مشاهدي موقع مصراوي، زي ما استمعتم وكما استمعتم للداع تسنيم الأمير محمد وهي تلقي القصائد الأغنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. تسنيم عايزين نختم بحاجة كده صغيرة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. سلقى المسامع حضراتكم قصيدة يا سائلي عن بلادي للواء ياسر وهب. يا سائلي عن بلادي إن لي وطنا هواه يجري دماء في شراييني لو قيل مصر تهاوت دمعتي شجنا وقلت يا أرضها السمراء ضميني يا موطني ما توارى الحلم في خلدي ولا الليالي ولا الأيام تنسيني صوت المقاهي وفي البزياء أغنية لكوكب الشرق بالألحان تشجيني ذكرى الطفولة إذ قالت معلمتي أرسم بلادك في فن وتلوين وجدتني دون وعي قد رسمت لها بيتا وأهلا وحضنا كان يؤويني رسمت قلبا لها سميته وطني يحيطه غصن صفصاف وزيتوني رسمت مصر تعير الليل شمعتها وتطعم الشمس خبزا للمساكين رسمت مصر عروسا ليل فرحتها تزفها الأرض في أبهى الفساتين قالت معلمتي من أنت؟ قلت لها أنا ابن مصر وهذا الفخر يكفيني. شكرا. متابعينا ومشاهدينا الكرام عايزين نسمع كده تسليمة تقولي حاجة؟ طبعا. عايزة اقول كل سنة وجيش مصر وشعب مصر بخير ان شاء الله ومصر اكتوبر ده احسن الانتصارات في العصر الحديث. متابعينا ومشاهدينا الكرام رصدنا لحضراتكم في بثنا المباشر من محافظة سوهاج جانب من القصائد الوطنية التي ألقتها المبدعة التلميذة تسنيم الأمير محمد بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. بنشكركم على حسن المتابعة وطيب المشاهدة. كنت معاكم من محافظة سوهاج عمار عبد الواحد.